أنت مستعد أخوي حسين أنه نصلي معاك الآن؟ نعم مستعد يا أخي. أنت مستعد. نشكر الرب أولا، هللويا مجدا. أنا راح أصلي وأنت أخي حسين ردد معي ورايا ورايا، أنا أصلي وأنت ردد ورايا. أوكي؟ نعم أوكي. إلهنا الصالح، إلهنا الصالح، ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك، نشكرك، نشكرك يا رب، اقبلني، نشكرك يا رب، اقبلني، نشكرك يا رب، يا رب، أنا كنت خاطئ، أنا الذي كنت خاطئ، واليوم أريد أن أعترف، أريد أن أعترف أنك الله الظاهر في الجسد، أنك الله الذي ظاهر في الجسد. أشكرك، أشكرك، أباركك، أبارك، أؤمن، أؤمن أن يسوع المسيح، أن يسوع المسيح هو الله، هو الله، وبصلبه، وبصلبه، وبدمه غفران الخطايا، وبدمه غفران الخطايا، أشهد، أشهد أنك اليوم، أنك اليوم، وأطلب أن تقبلني ابنا في ملكوتك، وأطلب أن تقبلني يا رب. نشكرك، أشكرك، لأنك إله حي، لأنك إله حي، وأنت يا رب، وأنت يا رب، أتيت حتى تعطيني حياة، أتيت حتى تهدي حياة، ويكون لي أفضل، وليكون لي أفضل. أشكرك من أجل الأبدية، أشكرك من أجل الأبدية يا رب. أنا أؤمن، أنا أؤمن أنك أنت الله، أنك أنت الله. آمين، آمين يا رب، هللويا مجدا. أخي المبارك حسين، اليوم أنت، اليوم في هذه اللحظة الملائكة فرحت، السماء فرحت، المؤمنين فرحوا، لأن انتشلت من الظلمة إلى النور. مبارك اسمك يا أيها الإله الصالح، من أجل أخوي حسين أنه تثبت في الإيمان، وتعرف عن ذاتك، وتكشف له ذاتك، وتعلن عن قوة تغييرك وعن قوة عملك. مبارك اسمك أيها الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.